فسفس. فرع المحامين في القصرين يعلن عن سلسلة من التحركات. شنية الأسباب؟ ضيفنا في المباشر رئيس الفرع الجهوي المحامين بالقصرين الأستاذ شكري شخاري. أستاذ مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء الورد وأسعد الله مساءكم بكل خير. شكرا جزيلا. وضعية المرفق القضائي بمعنى شنية الوضعية اليوم؟ هل أنه أمس مثلا قال لي إحنا في النهار في الجلسة الواحدة نوصلوا نتداولوا في 1400 ملف، يعني ألوغكو في المعدل العادي مثلا اللي يتداول في الملفات هو 400 ملف كأقصى تقدير. هل أنه الوضع مشابه اليوم في القصرين أنه مختلف ولا فما نقاط أخرى؟ الوضع يعني يعني شبيه ببعضه، ما يختلفش كثيرا على بعضه. نقول القصرين ربما يعني وضعها أسوأ بكثير من محاكم الساحل. احنا عنا محكمة في الابتدائية القصرين، محكمة متهالكة قديمة تعود إلى 50 أو 60 قرن الماضي، مواصفات تقليدية ينعدم فيها الإنارة والتهوية، قاعات مكتظة، مكاتب مزدحمة، قولات من المكاتب، ضعف كبير على مستوى البنية التحتية وغياب كبير البنية التحتية، تفتقد إلى دورات المياه، تفتقد إلى الربط السليم للتيار الكهربائي، مع أنها إذا كان يعني تفتقد إلى شروط السلامة هذه المحكمة، أيضا إلى تزاحم الملفات. من المحكمة تم إفراغها بموجب مذكرة العمل، أفرغوا المحكمة 13 قاضي من المحكمة الابتدائية دون تعويلها. هذا أمر يمس بسلامة يعني الإجراءات، ويمس بحقوق المتقاضين، ويجعل الملفات تراوح مكانها يعني كودس وراء كودس. بمعنى أنه في المدة في الجلسة الأخيرة جلسة القرنهم ربطت فوق 1000 ملف، مما يرهق الدفاع ويرهق السادة القضاة ويرهق الإطار القضائي برمته، وهو الأمر الذي يساهم في عدم الفصل، الفصل الإيجابي أو الفصل حتى السلبي، ما تمش فصل بالمرة. عندما ينعدم الفصل ينعدم ترخيص الأحكام وإيصال الحقوق إلى أهلها، وهو الأمر الذي يؤثر الإنجاز العام، وقد يعني يفقد معناها قيمة يعني مفهوم السلطة القضائية قيمتها الفعلية والجدوى من وراء القضاء. أيضا أنا أقول هناك معيار الزمن القضائي الذي يحتكم له الجميع وهو معيار كوني. نجد الأحكام ملفات في مدينة في محكمة القصرين تراوح مكانها، يعني تصل إلى سنوات طوال بين الابتدائي والاستئنافي والتعقيب، وهو الأمر الذي يكون حائلا دون وصول الحق إلى أهله. هذا إذا كنا في القضاء الجزائي أو القضاء المدني، السجون تغص بالموقوفين، الحق العام حدث وراء حرج، بمعنى أنك أنت يعني المتقاضي ولا ينسى قضيته، ينسى عليها، يسأل عليها بعد 10 سنين باش يلقاها تفصلت وما تفصلتش بين ما بين الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي. إذا الحق في خطر، العدالة في خطر، يعني صعوبة كبيرة في إيصال الحق. هذا ما ظل سنوات طوال من أجل أن تتمكن القصرين من حقها في محكمة تليق بها، قصرين منطقة حدودية كبيرة للولايات الكبرى على المستوى الوطني. يعني تعداد سكانها يناهز 500,000 أو ما يزيد، موضعها الحدودي مهم جدا، يعني منطقة مفتوحة على الحدود، بمعنى أنها يعني مستوى يعني تراكم الملفات يتكاثر يوما على يوم، وبالتالي عندما تفرغ هذه المحكمة من إطارها القضائي دون تعويله تنساهم مساهمة خطيرة في تعاطي المرفق القضائي. اليوم نكمل معك محكمة الاستئناف. اقرب شوية للتليفون لأن صوتك بعد شوية أستاذ. محكمة الاستئناف طبعا قلنا محكمة الاستئناف هي منذ الصيف يعني تم نقلة السيد الوكيل العام دون تعويضه، مساعد الأول الوكيل العام دون تعويضه، إضافة إلى البنية التحتية المهترئة، يعني هي مجرد عمارة على وجه الكراء، ما تتوفرش فيها شروط إنها تكون محكمة قاعات جلسات، يعني حقيقة مزدحمة. إذا كان يعني في الصيف إشكال وفي البرد إشكال، إنه هذه القاعات هي قاعات تقليدية مزدحمة لا تليق بجهة القصرين أو بالمواطنة التونسية التي يتعين أن يكون لها قضاء يليق بأبناء تونس العزيزة. اليوم أعلنت عن جملة من التحركات، مش هي التحركات اللي باش يخوضها فرع الجهوي المحامين بالقصرين؟
طبعا احنا بدلنا طريقة العمل والنضال. احنا في السنوات الفارطة عقدنا يعني عملنا يعني اضرابين او 3 اضرابات في طوال العامين في الفارطين، وقمنا بحوالي 13 وقفة احتجاجية، وعدونا ببناء محكمة استئنافية ومحكمة ابتدائية قولا او مجرد قول لم يرقى الى مستوى الفعل او الى على حتى الى محاولة الفعل. يبقى انه احنا خذينا قرار صلبة يعني الفرع أن ندخل في إضراب في إضرابات في سلسلة من الإضرابات، أولها يوم 21 نوفمبر 2024 إضراب اليوم عن العمل، بعدها يعني إضراب ليومين عن العمل على العمل وهو أيام 10 و11 ديسمبر، ومن بعدها ندخل 1 و2 ندخل 2 و3 إلى 6 جانفي 2025، يعني نبدو من هذا الاثنين جانفي الى غايه 6 جانفي 3 ايام عمل، وهم يومين للتقاطع عن السبت والاحد. احنا مش محسوبين عندنا 3 ايام عمل فعليه، مش يكون عندنا اضرابات حضوريه عن العمل، وسنجتهد في انجاحها وبحول الله ستنجح هذه الاضرابات، لانه حق يعني ما طلبنا مشروع. احنا بنتمناوش انكم توصل الاضرابات لسلطه الاشراف، معناتها تقعد معاكم وتتوصلوا الى حل قبل ما نمشيوا الى تنفيذ هذه السلسله من الاضرابات اللي اعلنتوا عليها معناتها استاذ. نتمنى اليوم تدعوكم الى التفاوض والى انه اليوم نحسنوا من المرفق القضائي في 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 الجهه، هذا اللي نتمناه بالطبيعه. احنا الهدف من ذلك ماذا؟ هو ان تنعم الجهه كباقي الجهات بحقها في قضاء عادل، في قضاء لا يرهق السيد القضاة، في قضاء لا يرهق المتقاضي، في قضاء لا يرهق الدفاع. نريد قضاء عاجل ناجز يعني فاعل يوصل الحقوق الى اهلها في معيار زمني في زمن مقبول، يعني ما تضيعش معه ولا تتلاشى معه الحقوق ان شاء الله. هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا استاذ شكري الشخاري رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا.